الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو الدرس 13 من دروس صحيح السيرة النبوية، ونتكلم عن اضطهاد قريش للمسلمين. اضطهد المشركون ممن أسلم مع نبينا صلى الله عليه وسلم، واتبعوا أساليب شتى لصدهم عن الإسلام. أولا، صور من تعذيب مشركي قريش للمسلمين. فالمشركون لم يقتصر أذاهم على رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل تصاعد إلى ذروة العنف، وخاصة في معاملة المستضعفين من المسلمين، وهو أسلوب جديد اتبعه مشركي قريش لصد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دينهم. فقد أخرج ابن ماجه والإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان أول من أظهر إسلامه سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنعه الله بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وقد واتاهم على ما أرادوا إلا بلال، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأخذوه فعطوه الولدان، فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم يعذبون، فقال: أبشروا آل عمار وآل ياسر، فإن موعدكم الجنة. وعن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، قلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان الرجل في من قبلكم يحفر له في الأرض، فيجعل فيه فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه، فيشق بإثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشط بأمشاط الحديد، وما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمنى هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. ولكن الله تعالى جعل لهذه الأمة الرخصة عند الإكراه. قال الله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقي عمار بن ياسر وهو يبكي، فجعل يمسح الدموع عنه ويقول: أخذك المشركون فغطوك في الماء حتى قلت لهم كذا، وإن عادوا فعد. ولا شك أن المسلمين على ضعفهم كانوا يرغبون في الدفاع عن أنفسهم، ويبدو أن الموقف السلمي أغاض بعضهم، وخاصة الشباب منهم. عن عبد الله بن عباس أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنا صرنا أذل. فقال: إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا. فلما حولنا الله إلى المدينة أمرنا بالقتال فكفوا، فأنزل الله عز وجل: ألم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. إذن ما سبب الانتكاسات الحاصلة لهذه الأمة؟ فالله سبحانه وتعالى قد سلط علينا اليهود ولم نرجع إلى ديننا، ثم سلط علينا الصليبيين ولم نرجع إلى ديننا، ثم سلط علينا أخبث خلق الله تعالى أهل الشرك ولم نرجع إلى ديننا. فاليهود والصليبيون والمشركون يفعلون بالمسلمين ما يشتهون من قتل وتهجير وسلب للأموال واستباحة الأعراض. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن حال الأمة الإسلامية قبل أكثر من 1400 سنة. فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكل إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. فقال قائل: يا رسول الله، ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. قال الطيب: ما يحمله السيل من زبد ووسخ، شبههم به لقلة شجاعتهم ودناءة قدرهم وخفة ما نحن فيه من عقوبة من الله سبحانه وتعالى. قال الفضيل بن عياض: أوحى الله إلى بعض الأنبياء: إذا عصاني من يعرفني سلطت عليه من لا يعرفني.
إذن متى ينتصر الإسلام على أعدائه؟ لقد جربنا كل شيء، جربنا الحزبيات والقوميات والشعارات والتنظيمات والتجمعات والمظاهرات، وهذه كلها ليست من دين الله في شيء، وكل شيء إلا دين الله سبحانه وتعالى. لم نطبقه ولم نرجع إلى هذا الدين الذي أكرم الله به هذه الأمة. فالرجوع إلى دين الله فيه الرفعة والتمكين في الأرض. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعين وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، فتعال فاقتله، إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. متى يأتي هذا اليوم؟ متى ما رجعنا إلى ديننا. فالشجر والحجر ماذا يقول؟ يا مسلم يا عبد الله. لم يقل يا نجدي أو يا شامي أو يا حجازي، لكنه يقول يا مسلم. إذن فمتى يرجع المسلمون إلى دينهم؟ سخر الله الكون كله معهم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. فمتى رجعنا إلى ديننا؟ حررنا المسجد الأقصى من إخوان القردة والخنازير، وحررنا أراضينا التي سلبت منا. اليهود شعب مجرم، قال الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهم أشد الناس عداوة للمؤمنين، قال الله سبحانه وتعالى: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.